مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. تم فرض حظر الاتجوال في تركيا في 31 ولاية تركية ابتداء من يوم الخميس لمدة 4 أيام، ابتداء من يوم الخميس المصادف بتاريخ 23 أبريل إلى يوم الأحد المصادف بتاريخ 26 أبريل، يعني خميس جمعة سبت وأحد. هذه الأيام تم إعلان بها فرض حظر الاتجوال حسب تصريحات الحكومة التركية وتصريحات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. بهذا الفيديو راح أحكي لكم التفاصيل الخاصة بهذا الحظر وأيضا الأخبار حول شهر رمضان في تركيا. خليكم ويانا. مثل ما تعرفون، بعد انتشار فيروس كورونا في تركيا وارتفاع عدد الاصابات الى اكثر من 80,000 اصابة حاليا، تم اعلان حظر الاتجوال كل نهاية اسبوع يومي السبت والاحد. ولكن اخر التطورات اللي وصلت انه اليوم تم اعلان حظر الاتجوال لمدة 4 ايام، يبتدي من يوم الخميس اللي هو يوم 23 وينتهي يوم الاحد اللي هو يوم 26. بعد هذا راح يكون حظر التجوال كالعادة يومي السبت والاحد. اما بالنسبة للولايات او المدن المشمولة بهذا حظر التجوال، هي 31 ولاية تركية واللي راح اعددها هسه. اولا اضنا، انقرة، انطاليا، ايدن، بلقيسير، بورصة، دنزلي، ديارباكر، ارزروم، اسكيشهير، غازي عنتاب، هاتاي، اسطنبول، ازمير، كهرمان مرقش، كايسري، كوجالي، كونيا، ملاتيا، مانسيا، ماردين، مرسين، مولا، أوردو، سامسون، شانلي أورفا، تيكرداغ، ترابزون، فان وزنقلداغ. هذه الولايات، 31 ولاية تركية مشمولة بحظر التجوال. فإذا كنت ساكن أو إذا كنتوا عايشين في هذه الولايات، فأنتوا راح يكون عندكم حظر تجوال يبتدي من يوم الخميس وينتهي يوم الأحد الساعة 12، يعني فجر اليوم الاثنين. إذا خالفتوا هالموضوع أو إذا كسرتوا حظر التجوال وطلعتوا الخارج، راح تتغرمون بغرامة مقدارها 3150 ليرة تركية حسب تصريحات وزير الداخلية. نصيحتي لكم أخواني إنه لا تأجلون تسوقكم الآخر يوم، يعني مثلا إذا هو حظر التجوال راح يصير الخميس، فلا تأجلون تسوقكم إلى يوم الأربعاء. اليوم هو اثنين، لنفرض انه اليوم ما راح تقدرون تتسوقون، فباشر عندكم وقت حتى تتسوقون، حتى تتلافون الزحمه والازدحام، وايضا تقللون من الاختلاط من الناس حفاظا عليكم وعلى صحتكم. ومثل ما تعرفون، شهر رمضان المبارك على الابواب، واللي راح يكون يوم الجمعه في تركيا. مثل ما صرح رئيس شؤون الدينيه انه صلاه التراويح هذه السنه مع الاسف لن تقام، يعني صلاه التراويح مثل ما صرح انه هي ممكن ان تؤدى بصوره فرديه، وبسبب انتشار فيروس كورونا فما راح يقيمون صلاة التراويح. وايضا صرح بنفس الوقت انه مثل ما تعرفون، وانا حتى مسوي فيديو سابق اذا تريدون تشوفوه حيطلع لكم على الشاشة، انه تركيا في كل سنة في رمضان يسوون افطارات جماعية، يعني افطار جماعي للناس حتى اذا كانوا محتاجين او غير محتاجين، يجمعوهم في مكان واحد دائما تكون قرب الجوامع او المساجد المشهورة مثل سلطان احمد، سلطان ايوب، او الساحات الكبيرة مثل الساحة الموجودة في تقسيم. دائما يسوون افطارات جماعية. هالسنة ما راح يسوون افطارات جماعية، وراح يبدلوها انه راح يوزعون سلات غذائية مساعدة للناس المحتاجين. اما بالنسبة لزكاة الفطر، اللي يريد يتبرع او يؤدي زكاة الفطر فيقدر يدز رسالة من خلال تليفونه الى الرقم 5601. هذا الرقم راح من يدز رسالة راح يقصون من عندك 27 ليرة تركية، وهي قيمة زكاة الفطر لكل شخص حسب ما صرح رئيس الشؤون الدينية. وايضا معلومات اضافية انه اول ولاية في تركيا راح تفطر هي ولاية هكاري، واخر ولاية في تركيا راح تفطر هي ولاية ادرد. اما بالنسبة لساعات الصيام، فاطول ساعات الصيام في تركيا راح تكون في ولاية سينوب اللي موجودة بالشمال التركي، اللي هي معدل الصيام او عدد ساعات الصيام راح تكون 15 ساعة و37 دقيقة. واقصر وقت الصيام او اقصر عدد ساعات صيام في تركيا راح يكون في ولاية هاتاي، واللي راح يكون 15 ساعة و7 دقائق. ولهنا انا وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اتمنى ان شاء الله يكون يا رب يفادكم واستفاديتوا من عنده. اهم شيء انه ما تنسون اكيد تشتركون بالقناة وتنضمون لعائلتنا، واي سؤال عندكم او اي استفسار حابين تسألوني اياه بس اكتبوا لي بالتعليقات وانا اجاوبكم عليه. حافظوا على نفسكم، خليكم ببيوتكم، وان شاء الله نشوفكم بخير. سلام.